حبيب قلبي، حضرتك هنا شايف اللاين اللي هو الاي سي ده، شايف اللاين اللي هو ام بي ده، حضرتك ده بيقسم لك الستريت لاين. فانت هتبدا تقول ان الانجل الاولى هنا ب 70، فهتكون الادجسنت بي ليها ب 110. حضرتك بعد ما توصل لل 110 دي، هتبدا تقول انا عندي تراينجل اللي هو ام بي سي، وعندي فيه ميسنج انجل اقدر اجيبها حضرتك من الانتيريور انجلز اوف تراينجل ايكوال 180 ماينس ال 110 بلس ال 40، هتطلع ايكوالز 30 ديجري. مستر، ال 30 ديجري ديت مع ال 30 ديجري اللي فوق دي حالة alternate، ومنها اقدر اقول ان السايد ال AD والسايد ال CB parallel، ومنها هيكون ال parallelogram كله السايدز كلها هتكون بارلل، فهيكون الشيب اللي عندي ده بارلل. مستر تعالى نكتب البروف للكلام ده وركز معايا، هتقول الكلام ده ازاي. في البدايه مستر هتبدا تقول له سنس ان ال A C هو قايلها لك انترسكت with B D at the point and the measure of the angle A M B equal 70 degree. Therefore, also the measure of the angle B M C equals 180 minus ال 70 equals 110 supplementary. وهتبدأ تقول له since sum of interior angles of the triangle B M C equal 180 degree. So the measure of B C M or B C A equals 180 minus 110 plus ال 40 equals 30 degree. مستر انا جبت دي بكام؟ ب 30 degree. هتقول له therefore ان الميجر او سوري سنس سنس الميجر للانجل اللي انا لسه جايبها البي سي ام ايكوال الميجر للانجل دي اي سي ايكوالز 30 ديجري، والحاله الكيس بتاعتنا alternate. Therefore على طول ان ال اي دي parallel to ال سي بي، اللي هما التو لاينز اللي هما بالنسبة لي بيعملوا ايه؟ including the two angles. هتبدأ في آخر خطوة هتقول له since ان ال اي دي parallel to ال سي بي اللي انا لسه جايبها، and انت كنت قايل لي يا مستر ان ال اي بي parallel to ال سي دي، therefore ان ال اي بي سي دي is a parallelogram.